القسم يصير بالكامل بالمجمل بعثي. ها يعني يصير قسم مغلق بس للباحثين. لانه هم يخافون على اساس الاقتصاد وكذا. يعني ما تصورت انه في يوم ما مثلا اني او اكو احد يعني من دول زميلاتي او كذا نشكل خطر. وجودكم ضمن هذا القسم. وما توقعت في اليوم احد يجيني شو هناك جوي تعالي انتمي. قلت له ماني ما انتمي لانه عندي موقف عائلي انه ما عندي. تنتمين وين؟ حزب البعث. اوكي. يعني ما انتمي لاي حزب لا البعث ولا غيره. ما طبوا بعقلهم طبعا ولانه سمعه العائله واصله. زين انت العاد شيوعيه؟ يا باني مو شيوعيه. دين يمين رب العالمين ما حد يصدق. فكانت اكو اشياء استفزازيه يعني يتبعوني كذا. من ضمن الاشياء انه مثلا طلعوا توجيه للبنات ما حد يمشي وياي. ظلت فتره امشي وحدي ما عندي صديقه بالكليه لانه ممنوع يمشون وياي. ما كان يهمني. وبهاي الواقعه تم احتجازك في ففي يوم زين يقولوا لي تعالي اتهرب ما اروح. فماكو غير انه يجوني في اثناء المحاضره. ففد مره اتذكر طبله واحد منهم دخل لي جوه من منو عفوا؟ من المنظومة الحزبية اللي بالكلية. بالكلية نعم. طب وانطى ورقة. فشوف الأستاذ وجهه كلش بين عليه. لأن هو يخاف لأن أي واحد ينطوه ورقة يردوه يجوز يروح بعد ما يرجع. وصارت عندنا كذا طالب أخذوهم بعد ما رجعوا. ثاني يوم أهلهم يجون يدورون عليهم بالكلية والمنظر الصور يقعدون يبكون داخل الكلية. فباوع عليه قال لي سلام عبد الكريم. قلت له نعم دكتور. كان يقول مطلوبة. الكل تباوع عليه بنية وياخذوها. أخذوني شو طببوني بغرفة داخل غرفة. إجا واحد داخل الكلية. داخل الكلية لأن كليتنا بيها بيوت من شارع المغرب فتكون صغيرة. كل بيت خالي لي شيء. فهذا على أساس لذاتية الحزب. غرف صغيرة فوتوني بيها. إجا المسؤول الأمني للوحدة الحزبية كنا نعرفه بالكلية. كان يقول لي ليش؟ قلت له يعني أنا أبويا ما يقبل. عمالك تعجب معقولة يقول لي أنت بنية طالبة بالكلية؟ قلت له إيه ما أقدر أنا ملزمة برأي أبويا وأنا ما عندي ارتباط سياسي. هاي بأي سنة تقريبا؟ 79. فقال لي راح أحطك هنا وشوفي أنت هسه لو صحتي لو حير شو يصير بيش ما حد يسمعك. دخلني بغرفة داخل غرفة أخرى قفلهن علي وطلع. عافني محتجزة بالغرفة ساعتين. أنا هسه الآن من أتذكر أقول أنا شلون قدرت أصمد أقعد ساكتة. لا بكيت لا صيحت لا فتشي. بس يمكن من اليأس ما أعرف. قاعدة وساكتة. فهناك إجا قال لي هاش قلتي؟ قلت له ما تصير. أنا قلت لك أنا. قال لي زين أنت ما تخافين لأن عندك. قلت له ليش أنا ما مسوية شيء. قالتي ما منتمية جهة أخرى؟ قلت له لا. قال لي توقعين؟ قلت له إيه. أتعهد أني غير منتمية لجهة غير حزب البعث وهذا. وإذا تم اكتشاف ذلك أنا رح أكون أحاكم بتهمة الكذب وما شنو والحكم علي بالإعدام. قلت له جيبه وقع. هذا تفاجئ أكو واحد يوقع على إعدام على نفسه؟ قلت له يوقع. قلت له لأنه واثقة من نفسي أنا ما مرتبطة بأحد. وقعت كذا. قال لي تقدرين ترحين؟ قلت له إيه. هو بحس روحه انه منتصر انه انا وقعت للاعدام. رجعت للبيت شو متاخره. قلت لهم انا اليوم ما اقدر اكل كل شيء. شكوا؟ قلت لهم بعدين احكي لكم. لما قعدت حكيت لهم والدي صار عصبي. شلون توقعين على روحك اعدام؟ قلت له بابا انا ما منتميه لاحد. قال لي بابا هساي ممكن اي واحد يزور عليك شيء ويجون وياخذوك. قلت له لا ما راح يزورون. فما ادري انا ساذجه على نيتي ما اعرف. بس هذه اشياء ذكريات ما تروح من بالي.